يا باطل يا باطل، انا ابساطور على سن ورمح، الخلايق كلها كانت تخاف مني، كبير صغير يخاف، هيك ينحكى عني بالحارة؟ لا تشيلها من ارضها بساطور، لا تشيلها صغيرة. هو اكيد عم يحكي هيك غيري منك، انك قبضاي ومجوز تنتين نسوان، بس هو على الرايحة والجاي مرته بتضربه. إيه؟ عظما عظما، لا اكله بلا ملح ولا خليه الصبح ومسا ياكل قتلي، انا بورجي. هلا انت لا تفكر فيها، بس والله هي تخينة تخينة يا اخي، ما بينسكت عنا. ماشي يا بدراق، شكرا. عفوا، بدك شي؟ مع السلامة. وينك؟ لا جيب سيرتي، اني انا اللي خبرتك. لا تاكل هم بدراق. يلا السلام عليكم. مع السلامة. هوني. شو علي؟ وين كان يا حريم؟ أهلين ابن عمي. شحنا ابن عمي. ليه انت وياها؟ أمور ابن عمي. شو في ابن عمي ليش معصب؟ أنا رجال ولا ماني رجال؟ يو طبعاً وسيد الرجال كمان. أكيد ابن عمي. كلمتي مسموعة بهالبيت ولا لا؟ مسموعة أكيد طبعاً. لكن شو عم يحكي عني هالواطي هاد؟ أنا واطي هاد ابن عمي؟ زكور شغيل المختار بالبواكية. مين زكور ابن عمي؟ عم بيقول عني طرطور، انه مالي كلمة ببيتي، وانه انتو راكبيني. مستحيل. مين هذا بده يسترجع يحكي عنك ابن عمي؟ والله لا اشخطه من الوريد للوريد، وخلتني محميمه. اي لا تقصر لا تقصر، بيستاهل ابن عمي. ولي 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 على انتي بتعرفي ما يضرب اللي قلناه؟ ليش بدنا انا وياك على البلوعه؟ ليش بدنا نعمل؟ والله اللي يعلم بشتاتي وبشتاتي. كان بدنا نفوت ننام، نعمل حالنا نايمين، ناخذ اي شيء. يلا انا كثير خايفه. اختار وينو؟ وينو شغيلك زكور؟ هدي اساطور، شبك فايت علي قاتل يا مقتول. عم بقول لك وينو زكور؟ مختار واصلي معي لهون للشيطان الرجيم. بدي شغيلك هلا يجي لعندي، بدي خلي دنيمه وحميمه. ترحم عليه مختار. هدي فهمني شو القصة. هذا الواطي حاكي كلام لا بينزل لا بميزان ولا بقبان. شو حاكي؟ بس يجي بتعرف شو حكى. اضب شبريده وتفضل عود. هاي ضبيتها. تفضل عود. راح وهلا بنادي لك لزكور. أعطوا زكور. يا زكور. يا مختار أبره. شو عامل ولا حتى خلي دم أبساطور يفور؟ ماني عامل شي مختار. مو عامل شي ولا؟ مو عامل شي؟ والله ماني عامل شي. طول بالك، خلينا نفهم منه السيرة. السيرة مفهومة مختار. لا أنا بنحكى عني، أنا بنقال عني طرطور، أنا بنقال عني مالي قيمة ببيتي وبين حريمي بيتمسخروا علي. والله يا مختار مو أنا، الحكي طالع من عنده بالبيت. شو؟ حريمك هن اللي يحكوا هالحكي. شو عم تخبص ولك؟ شو عم تخبص؟ والله حريمك هن اللي عم يقولوا إنك إنك مانك رجال وخرطي وسيرتك على كل لسان من سوال الحارة و... يا باطل! يا باطل عليك يا بساطور، هيك ينحكى عنك؟ ماشي يا باطل عليك يا بساطور، هيك ينحكى عنك يا باطل! عايزه لطفيه
كان انا ماني رجال. مين قال هيك عنك ابن عمي؟ انا بطرطور ما الله وكيلك معنا. هي فايزة زهبة هي اللي قالت. لا 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 انا ما دخلني، هي اللي ألفت كل الحكي. انا والله ما لي علاقة يا ابن عمي. اي والله لا لا عن ابوك على ابوها. طول بالك ابن عمي لورجيكم مين الرجال. انا ما حكيت لك ما هي هي حرضتي وعادتي. روحي احكي عنه انه هو مال رجال وبيدك رحنا انه كذبت كذبت يا ابن عمي. انا والله الله وكيلك انا بحبك كثير مال بس ما راح اوثق ايدي فيكم. كلمة واحدة فايزة انتي طالة لطفية بصيرك يا ابن عمي. لا بس انتي طالة لورجيكم انه رجال ولا لا. اليوم بدي اتجوز 4.